صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وكان يربط الحجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم من الجوع. ربط على بطنه متى؟ ومحفر الخندق، المدينة بعيدة وعندهم حالة طارئة. أسلم أنه يوم ربط على بطنه كانت في حالة طارئة. نعم، هذه كانت في الخندق، يعني لك أن تتخيل عدو جايني والمدينة مهددة وجايني فجأة وعندي تقريبا من 9 إلى 12 يوم، أنا لازم أتحرك مدار جالس يحفر خندق، الخندق طوله تقريبا 600 متر وعرضه تقريبا خلنا نقول في حدود 9 متر وعمقه 5 متر، وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على 25 مجموعة، ما في وقت نروح وندخل المدينة ونرجع، فكنا رابطين بطوننا لأن جالسين نشتغل على مدار الساعة. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ومثل الهلال مع الهلال الرسول هاجر ومعه للصفة، للصفة منهم فقراء المهاجرين، ولا بعد كان عنده مال، لم تأتي الغنائم ولا شيء. هل من الأدب أني آكل وجيراني جوعانين؟ لا. وشب نار وجيراني ما عندهم نار، وأكل لحم وجيراني ما يأكلون لأني ما عندي ولا أقدر أعطيهم. فكان يتضامن مع الفقراء ويتعايش مع الناس بهذه الحالة حتى انتهت هذه الأزمة وجاءت الغنائم والفتوحات. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا. احنا كل الناس عارفة انه سيدنا النبي كان فقيرا، وصحيح الكلام ده، هذا تاجر اشتغل بالتجارة سنين طويلة صلى الله عليه وسلم، على الصلاة والسلام، ومن عيلة عريقة. على فكرة النبي فضل يتاجر بعد 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 ما بقى نبي، وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بيمشي في الأسواق يعمل ايه؟ ازاي يبقى رسول ويتاجر؟ النبي كان اشتغل بتجارة غيره، سافر العالم يبيع ويشتري، شريك في التجارة، له عدة شركاء، له وكلاء. تعرف ان النبي كان له وكلاء. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم او قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم نادى عائشة وقال لها اين الدنانير السبعة؟ فإني لا أريد أن أموت في بيتي هذه الدنانير، فأمر بالتصدق بها. فلا شك يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موسرا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم، جعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني تخيل بقى، تخيل أمة الجهاد، أمة بتقول لك رزقي تحت ظل رمحي، يعني أنا بقى أقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى والربنا أكرمني، بعمل باخد الغنائم، باخد الغنائم من الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قسم له الخمس في الغنائم، فكان أغنى. الرسول كان مليونير، مليونير. الناس بتقول لك طب هو كان بيشتغل إيه؟ بياخد الخمس في الغنائم. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، عاش فقيرا ومات فقيرا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولم يجدك يتيما فأولدك عائلا فأغنى. فالعائل الفقير فعلا لما كان في بيت أمه ووجدك عائلا فأغنى، ما قالوش ووجدك فقيرا فأغنى. عائلا يعني كثير العيال تنفق على ناس كتير. كيف نقول إن هو كان فقيرا؟ لمصلحة مين؟ هل مزيد من ثقافة الفقر؟ هل دغدغت مشاعر الفقراء من أجل أن الداعية وهو بيتكلم أمام الفقراء فيبكوا فيتأثروا فيكسب قلوب على حساب الحقيقة، على حساب مزيد من الكسل؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا معدما أم غنيا زاهدا؟ أول شيء كم كان بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله كان عنده 9 بيوت. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقيرا طوال حياته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا زاهدا بغير شك. يدل على ذلك جملة من النصوص، أولها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ بالله من الفقر ودعاؤه مستجاب، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله الغنى ودعاؤه مستجاب،